عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه نختاني من وقت وقتكم نصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم كيف ما تشوفوا جبت لكم تحليه سهله، تحليه تركيه بالطبيعه، اسمها كمال باشا تاتليسي، يعني تحليه الباشا ولا حلول الباشا. هذه يبدا المكون نتاعها حاضر، يعني العجينه نتاعها حاضره، جوست نصمطوها ولا نقولوا نحنا نغلوها في وسط الشحور، يعني تطيب في وسط الشحور. تو تشوفوا المراحل نتاعها سهله وبسيطه، صدقوني ما تاخذش برشا وقت، فقط انها تبقى تغلي فاك الماء والسكر هذيك باش تطيب في وسط الشحور نتاعها، ومن بعد فقط تزينوها، يعني تتقدم بارده. خاصه في رمضان الحلو هذايا ساهل برشا، تنجموا حتى تعملوه بكريمه تزينوه، تعملوا معاه كريم باتيسير، يعني تحشوه بالكريم باتيسير. لان كما تشوفوا اول حاجه باش نبدا بها اللي هي الشحور. الشحور باش نكيل 4 كيسان سكر عليهم 5 كيسان ماء، يعني 4 كيسان سكر عليهم اطره ماء، ونخلوهم يغلو لين السكر هذاك يذوب مع الماء. وقت يوصل مرحله الغليان وقتها باش نكملوا المراحل الاخرين. كيف ما لاحظتوا كيلت 4 كيسان متاع السكر، لهنا تو باش نبدا نكيل الماء، يعني 4 كيسان سكر عليهم 5 كيسان ماء. كيف ما تلاحظوا نكيل بالكاس قدامكم باش يبدا كل شيء بالتفصيل واضح. صدقوني سهله ما فيها شيء، ليسونسييل يبدا عندكم العجينه هذيك حاضره تتباعها ديجا في لي ماركت. انا الحقيقه ما نحبهاش برشا، خاطر حاجه محرحه برشا ما نحبهاش، اما حموية وراجلي يحبوها، هذاك علاش طلبوها مني. قلت علاش لا، خاطر عملتها قبل بالمحلبي اللي هو نقولوا نحنا في تونس نقولوا المهلبيه، اما هي مش مهلبيه، يعني كريمه نتاع الفارينه والحليب اسمها محلبي. لهنا تجيب المحلبي، انا اخترت اليوم باش نعملها بلاش محلبي، يعني باش نعملها ساده سهله وبسيطه، وخاصه الناس اللي يحبوا الحاجات هذيا اللي يعيشوا لهنا في تركيا والا اللي يعيشوا في اوروبا، ينجموا مثلا يلقوها في لي ماغازان نتاع لاتراك، تلقوها متوفره التحليه هذيا. كيف ما تلاحظوا حطيت الشحور هذاك على الغاز، حركت بالبهيك السكر هذاك لين وصل مرحله الغليان. كان تلاحظوا توا الماء بدا يغلي. لهنا عندي هذايا الباكو اللي قلت لكم عليه، كمال باشا تاتليسي اسمه، فيه 140 غرام. تو تشوفوهم بعد ما شاء الله يعطينا كونتيتي كبيره. نحل الباكو، تو تشوفوها الكعيبه تبدا صغيره بالكل، راهي تبدا صغيره كيما كعبات الشو نقولوا نحنا، يبدو الكعبات صغيرين. وقت اللي تحطوهم يطيبوا فك الماء هذاك، يعني السكر والماء يبدا يطيبوا في الشحور، شوفوها الكعبه قديش مصغرها. ومن بعد بالطبيعه كيفاش تطيب في راحتها وتشربك الشحور هذاك، بالطبيعه الحجم نتاعها باش يتضاعف. لهنا اول حاجه باش نبداها واللي هي اهم حاجه، نحركوا توا العجينه هذيك، نحركوها في وسط الشحور، نبدو نحركوا فيها مده 10 دقائق، لازمنا نحركوها بالباهي باش تغلي في وسطك الشحور هذاك. اول حاجه باش ما تلصقش، وثاني حاجه باش نضمنوا اللي هي يدخلها الشحور وتشرب الشحور بالباهي. نبقوا ديما نحركوا فيها هكا ساعه ساعه هكا، نبدو نحركوها مش على بعضه، يعني تقريبا 10 دقائق نبدو نحركوا فيها بالطريقه هذيا، نضمنوا اللي هي التحليه هذيك باش تهبط شويه هكا في وسط الشحور، ما تبقاش خفيفه يعني ترزن بالشحور، ومن بعد نخلوها تتصمط فك الشحور هذاك. لهنا كيف ما تلاحظوا ديما نبقى نحرك، هذه تقريبا بعد مرور 5 دقائق كما كانت تلاحظوا، ديما نحرك لين التحليه هذيك يبدا الحجم نتاعها يتضاعف كما تلاحظوا بالطريقه هذيا. نضمنوا اللي الشحور هذيك ديما فوق منها، يعني ديما يوصلها يغمها باش التحليه هذيك تشرب بالباهي الشحور.
شوفوا لهنا التحلية بدا الحجم متاعها يتضاعف، الشحور هذاك بدا يطلع فوق منها، يعني بدت هي ترزن هكا تشربك الشحور. ديما نحركوا كيف ما قلت لكم تقريبا 10 دقائق ونحنا نحركوا لين بعد نعرفوا اللي الشحور هذاك اول حاجة بدا ينقص، وثاني حاجة التحلية هذيك بدا الحجم متاعها يتضاعف. لهنا كان تلاحظوا طفيت عليها التحلية هذيك بعد ما شربت الشحور، شوفوها الحجم متاعها قديش كبر. لهنا توا باش نحطها في الصحن كيف ما تشوفوا، لهنا ضعف الحجم نتاعها، لهنا نخرجك التحليه هذيك ونحطها في صحن التقديم. بالطبيعه هذه المرحله الاخرانيه باش نحطها في طبق التقديم نخليها تبرد وبعد باش نزينوها. نسيسو نهزوها بالكعبه بالكعبه خاطر تبدا هكا كعبه طريه باش ما تتهلكش الكعبه وما يتبدلش المنظر نتاعها، نقولوا نحنا ما تفقدش شكل المنظر المزيان نتاعها. نهزو بالكعبه بالكعبه كيف ما تشوفوا، اول حاجه بشكل الشحور الزايد هذاك يبقى في الطنجره، وثاني حاجه الكعبه نتاعنا ما تفسدش. كان تلاحظوا الكميه نتاع الشحور قديش نقصت بالنسبه للشحور هذايا، راه تنجموا تخبوه تستعملوه في اي نوع اخر نتاع شحور، تنجموا تشحروا به البقلاوه، تنجموا تشحروا به زلابيه مخارق، اي حاجه خبوه في الفريجيدير، من بعد وقت اللي باش تستعملوه تزيدوه 10 قرص اكهو، يعني هذايا راهو صالح للاستعمال، الشحور هذاك راهو صالح للاستعمال، تنجموا حتى تخلوه تخبوه وتعملوه شحور نقولوا نحنا للجنواز، تنجموا تحلوه بشويه برك ماء وتعملوه شحور للجنواز، كي تبدا تطيبوا جنواز باش تعملوها يعني تعملوا خبزه جاتو، تنجموا هذاك تستعملوه شحور للجنواز. يعني ما يتلوح حتى شيء، هذاك راهو ماء وسكر طايب نظيف. نخبوه كيف ما قلت لكم في حكه باللار ونستعملوه مره اخرى. هذه التحليه نتاعنا كيف ما تشوفوا ما شاء الله الكعبات قديش كبروا، تضاعف الحجم نتاعو، حطيتها في الصحن وخليتها لين بردت. توا اللمسه الاخيره عندي لهنا هكا فستق هذايا مرحي باش نزين بالفستق المرحي. بالطبيعه انتم تنجموا تزينوها بجوز الهند، تنجموا تزينوا بالبوفريوه بالبندق باللي تحبوا انتم، اي فاكهه عندكم هروشه تنجموا تزينوا بها، وتنجموا كيف ما قلت لكم تحلوا الكعبه وتحطوا فيها كريم باتيسير، والا تحطوا فيها محلبي، والا تحطوا فيها القشطه كيف ما تحبوا انتم على راحتكم. انا وريتكم الطريقه هذه طريقه سهله وابسط طريقه واسهل طريقه، وان شاء الله بقدره ربي مره اخرى ان نحاول اني ان نعاود ان نطيبها التحليه هذه ونعملها لكم بالقشطه والا بالكريم باتيسير. لهنا كيف ما تلاحظوا ان بعد ما بردت بقي كما قلت لكم بردت التحليه هذيك، لهنا باش نزينها بالفستق كيف ما تشوفوا، وبالطبيعه يعني حاضره للتقديم هذه. بعد ما تبرد كيف ما قلت لكم التحليه هذه تتاكل وهي بارده. هذه التحليه نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضره سهله بسيطه ومزيانه وخفيفه، صدقوني بنينة على الاخر ما نحكي لكمش، جربوها باش تعجبكم برشا، وخاصة كيف ما قلت لكم في رمضان ديما ماذا بينا حاجة حلوة في الطاولة، هذه حاجة خفيفة سهلة وفي ساعة تحضر ما تخذش برشا وقت وما تطلبش برشا مجهود. هذه الفيديو متاعنا وهذه وصفتنا اليوم اللي هي كامل باشا تطليسي او تحلية الباشا، ان شاء الله الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ان شاء الله التحلية هذه عجبتكم، نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنتير، ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش تعم الفايدة. نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وفي امان الله.